انت بتقول انه المقال الاكثر انتشارا هو مسألة هم بيكرهونا ليه، هو برضو السؤال ده على اعتبار ان هم حاصرين المسألة في دين ضد باقي الاديان، او ان المسلمين هم اللي بيقوموا بالتفجيرات. اولا في احصائيات بتقول انه عدد كبير من عمليات تفجير وقتل وبتاع حصلت من غير المسلمين على مدار السنوات القليلة الماضية لا تقل عن أهمية عن التفجيرات اللي بيعملها المسلمين. طب ما احنا مسلمين وما بنكرههمش ولا حاجه، بنروح نجيب موبايلاتنا من عندهم ونعمل شوبينج عندهم وبتاع، اذا هم مش اللي بيكرهوا من المسلمين او الديانه، انما هي المساله مساله اللي هم ربوها، اللي خلق القاعده وعملهم وغزاهم هم الامريكان عشان يحاربوهم الاتحاد السوفيتي. لما اتخلقت داعش اتخلقت لاسباب لها علاقه بالمنطقه ولها علاقه بامن اسرائيل، اللي هيلاري كلينتون النهارده ولا امبارح طالعه وكل المرشحين الرئاسيين قاعدين بيتباروا كيف سيقدمون او ماذا سيقدمون لاسرائيل من امن الفتره القادمه. النهارده بعد ما شردوهم وبعد ما راحوا اوروبا يقول لك اصل المانيا بتحتضن اللاجئين واصل فرنسا بتحتضن اللاجئين، ما انتوا اللي خليتوهم لاجئين. الوضع اللي احنا فيه الان ان هناك مسلمين طلقاء عايزين يقتلوا العالم. انا عارف ان الحياه مضايقاكم، واحد هيخش دلوقتي يقول لي لا مش مسلم ليس منا، لا منا واللي بيقتلونا في مصر منا. طب والمسلم البريطاني خد منهجه منين؟ والمسلم اللي هو فرنسي من الاسلام خد منين؟ من الاسلام. يعني من الاسلام؟ مش متحكمه في الاسلام؟ ايوه هو لا مش من الاسلام. وجه نفسك في تيارات جوه الاسلام بتبيح الكلام ده، وجه نفسك. هو الدوله الاسلاميه اللي في سوريا دول مين؟ ما تقوليش مش مسلمين. اللي في العراق مسلمين. اللي بيتعمل ده داعش ده، واللي خدوا العيال بتوع جبل سنجار وذبحوهم واغتصبوهم، كل دول مسلمين. اجيب لك التاريخ من الاول، مسلمين. اللي قتل سيدنا الحسين مسلمين. انه تم انه بيتم استغلال ده سياسيا، والدول اللي غزت المتطرفين دول سياسيا لغرض سياسي مش لغرض دين. ما كانش هيتم استغلالك لو ما عندكش الفكر ده. هو ليه ما اشتغلوش اديان تانية؟ ليه بس المسلمين هم اللي بيعملوا الكلام ده؟ المعركة ليست معركة سلاح، المعركة معركة فكر. البطالة بتعمل ارهاب. طيب الخلل الاسري بيعمل ارهاب، التعقيدات اللي موجوده في وده مسؤول عنه برضه مؤامره دوليه. لا مين قال انه مؤامره دوليه؟ ما حدش قال انها مؤامره دوليه. التعليم عندك اللي ما عملتيش فيه حاجه ده مسؤول عنه الناس ببلجيكا. طيب بس ما هو بلجيكا برضه اللي علموا احسن تعليم للناس، خرجوا برضه قتلوا علشان في ده وفي ده. لا 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 لا، علشان الفكر اللي كان موجود ده هو فكر فاسد، هو فكر منحرف بيتم تغذيته من اصل من اصول الفاسده داخل الدين الاسلامي. انا بتكلم في المساله دي بحرص شديد، ولكن الحقيقه كلنا عارفينها. الان نحن امام العلق وعايزين تريحوا دماغكم. هم السبب. لا ما حدش عايز يريح دماغه، ما حدش بيقول ان هم بس السبب. بس هم اللي زادوا المساله. يعني بدل المساله ما كانت هتبقى عمليات ارهابيه من بعض المتطرفين من هنا او من هناك على فترات متباعده، بقى طيار بيغزو العالم كله برضه من التغذيه. هو الناس اللي قتلوا سيدنا الحسين. يا عم احنا مش مختلفين والله. لا انا عايز ارجع لك بقى من الاول. مختلفين والله. اللي قتل عمر بن الخطاب ده انت عندك ثلاث خلفاء راشدين اتقتلوا وهم بيصلوا. مش مختلفين والله، ما بنتكلمش في ده خالص. كان بلجيكا بقى ولا انجلترا ولا المخابرات الامريكيه؟ ليه ما بتشوفيش عناصر ارهابيه يهوديه؟ ليه هم الصهيونيين كانوا ايه؟ لا لا ده موضوع انا طبعا الصهاينه والبتاع، بس انا بتكلم على الدين. انت بتتكلمي على الجنسيه الاسرائيلي، انما بكلمك الجماعات اليهوديه يعني بتشوفي حد مثلا يهودي في العالم ماشي بيقتل بالرصاص؟ بتشوفي مثلا جماعات مسيحيه بتقتل بالرصاص؟ لازم بس نفرق. طب حضرتك مسلم وانا مسلمه واحنا الاثنين عادي مش ماشيين نقتل الناس بالرصاص بهدوء بس. يعني انا معاك انه في ده في تطرف في كل دين، في تطرف كمان بالناحيه الثانيه. احنا الوحيدين اللي احنا الوحيدين اللي بنعبر عليه بالعنف.